كنظن هذه إهانة الرأي العام الوطني ملي كتبدا تتكلم على حق على كيفية ديال ممارسة الجنس في القاعة. شوف أنا هنا باش يقولوا لي واش لي فيديو ديال توفيق بوعشرين أو ماشي ديال توفيق بوعشرين، اللي عنده شي حجة بأن توفيق بوعشرين يقدمها. حتى حاجة جديدة، لأن ما كاين حتى شي حاجة جديدة، راه ما كاين حتى شي واش غادي اش كيهمني نعرف انا بيدي شخصيا اش كيهمني نعرف واش هي على خاطرها من بعد الفراش ولا ماشي على خاطرها في نظركم واش علاش مشى بحالو على هذا الشيء ودي هذه هضره هذه انا كنجي للمحكمه باش تقول لي كيجي ولا ما كيجيش ماشي حشومه علينا كتقولوا بان النقطه استفزاز لبوعشرين هذا استفزاز للرأي العام الامه الدوله الانسانيه الادميه هذا استفزاز انا كنقول لي واش انا بوعشرين ولا ماشي بوعشرين قول لي علاش انا بوعشرين قول لي كيفاش انت مقتنع بان هذاك بوعشرين قول لي يا سيتو قول لي جيب لي الحجه انني هذاك التصويره فيها بوعشرين فقط شي حاجه اخرى ما كتسمنيش شكون واقفه ناسه مكوزه شغل هذاك المسطره الغيابيه استاذ واش تم التطبيق ديالها ولا المسطره الغيابيه هو حضر حضر مثلا هلا شوفوا راه كاين في المحكمه من تحت ما بغاش يطلع يسمع الخريب ديال جحا الهضره الخاويه ما يمكنلك تفرض على شي واحد هو الشعب وإذا كان الرئيس ديالو كيدير خطابات خاويين كيثور الشعب كلو مره كان بزاف ما كنهضروا الخاويه الشعب ما تقول لي الجنس مع الهضره الخاويه هاي عباد الله واش انتم واش وصعتوا واش كنقول لكم واش كيهمني انا شكون المراه واقفه او ناعسه او مكوزه كاع شغل هذاك مرد ولكن علاش حضر ملي كانوا الفيديوهات كيتعرضوا المحكمه هذاك امر المحكمه هذيك المحكمه كتتكلم بالسياده الوطنيه بامر من السياده الوطنيه بغاو يشوفوا لي فيديو ما يمكنلوش يقول لهم لا اما ان المطالب المدني تطلب من المحامي ديالها يقول لها كيفاش كتعامل في الفراشه وما كتعاملش هذاك ما شغليش الاخت ما شغليش وما نسمعش